الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحرار، يقول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. عباد الله، على قدر الله نسير، وعلى ديننا نحافظ، وللحرية نمضي، وإلى الكرامة ننشد، وللتحرير نحشد. وهو قرار نبحث فيه عن تكريم الله لنا، وعليه عاهدنا الشهداء والجرحى، وقدمنا من أجله الدماء، وتحملنا في سبيله المعاناة والحصار والقتل والدمار. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من بداية الثورة ونحن ننطلق من محطة إلى محطة، من محطة إلى محطة للتغيير، يزداد فيها رصيدنا عند الله، وتتعاظم أجورنا، ونرضي ربنا، وتطمئن قلوبنا. من 2005 ونحن نتوق إلى الغاية، وننظر إلى الهدف، ونجتاز الصعاب، وكلما اجتزنا عقبة من العقبات واجهتنا أخرى، وكلما انتصرنا في تحد واجهنا تحد آخر، ولكن سنستمر ولن نتعب، بل سنعمل حتى يتعبون، فإذا تعبوا سنكون في قمة النشاط. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. والله عز وجل يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وسيلعن التاريخ من قتلوا شعبنا وحاصروا مدينتنا وكل مدن اليمن، ولن تكون اليمن، ومن خانوا ثورتنا وباعوا جمهوريتنا ونهبوا ثرواتنا
ولن تكون اليمن خنجراً مجوسياً في خاصرة الأمة العربية والإسلامية ما دام فينا عين تطرف. ها هنا نحن، ها هنا نحن وقد وحدنا وطن أصبح منا أثمنا، وغدت أصقاعنا محرابنا لم ولن نعبد فيه الوثنا، أو يرى نخاس قوم أو يرى نخاس أرض أننا نأخذ الدنيا ونعطي اليمنا. أيها الإخوة الأحرار، ولله الحمد في كل مرحلة نجحنا ويهزمون، وانتصرنا ويندحرون. قافلة التحرير ماضية، وكلاب العمالة نابحة. انتصرنا في الثورة الشعبية، وانتصرنا في مقاومتنا الصامدة ضد الميليشيات الانقلابية المعتدية. وها هم يلجؤون لحرب اقتصادية، لحرب اقتصادية تدميرية تدمر العملة ليقع الانهيار، ونرفع الراية البيضاء، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ونحن من هنا نعلنها، مهما فعلتم لن نركع لن نستسلم، فلقد وصلتم إلى آخر ورقة في جعبتكم. سنحرقها وستحرق هذه الورقة بوعي الشعب كما أحرق غيرها من قبل. سنحرق هذه الورقة بمطالبتنا للشرعية بحسن تدابير الأوضاع الاقتصادية وعمل حلول إسعافية سريعة وعاجلة وأخرى اقتصادية مستدامة. إنهم يتلذذون بتجويعنا وهي ورقة حرب أشد من الحصار ومن القصف، وسنفشل هذه الورقة وهذا الحرب وهذه الهجمة الشرسة بحسن يقظة أشقائنا في دول التحالف العربي واستشعارهم خطر الحرب الاقتصادية التي نواجهها، فستمتد أيادهم البيضاء سخية كما عهدناهم أسخياء، وستحرق ورقة المعاناة بحسن مراجعة ما شاب علاقات التحالف والشرعية من تباين وجهات نظر واختلاف أولويات وسوء تفاهم، وهي العلاقة التي نريد منها أن تبسط الدولة نفوذها وتستغل ثرواتها وتتحكم بإدارة المناطق المحررة بعيداً عن تلك الفصائل الرافضة للانخراط في الدولة. فلا مشروعية غير مشروعية الدولة. أيها الإخوة الأحرار، جبهة الشرعية والتحالف جبهة واحدة امتزجت فيها الدماء وبذلت الأموال وقدم السلاح، لا لشيء إلا لأنها معركة واحدة ولهدف واحد ولمصير واحد،
فمزيداً من رص الصفوف وتوحيد الكلمة قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونحن شعب لا ينكر الجميل ولا يتنكر للصديق. نشكر الأشقاء على ما قدموه من ودائع سابقة وما قدموه الآن من دعم إسعافي للبنك المركزي لإيقاف تدهور العملة، ونطلب منهم المزيد. أيها الأحرار، أيتها الحرائر، يعيش اليمنيون حصاراً خانقاً وحرباً مدمرة، وتوقف لفرص العمل، وارتفاع للبطالة، وتعطل للخدمات، وانتشار للأمراض والأوبئة نتيجة للانقلاب. ومن سنوات ونحن نتحمل كل جراحاتنا ومعاناتنا، معاناة المقاتلين في الجبهات، معاناة الحاضنة الشعبية، معاناة أسر الشهداء، معاناة الجرحى، معاناة المغتربين، معاناة شاملة شملت كل شيء، حتى وصلنا إلى فقدان الريال لعافيته وتدهور قيمته وقلة منفعته. فإذا بنا نحمل في جيوبنا أوراقاً مالية فقدت قيمتها ولا تسمن ولا تغني من جوع، فازدادت المعاناة وتضاعفت الشقة وقلة الحيلة، وسقط عزيز القوم ذليلا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فانفجر الجياع غاضبون في ثورة شعبية عفوية امتلأت بهم شوارع المدينة، معبرين عن مرحلة ما قبل الانفجار. إذا سمح الله يسمعون جحافل الميليشيات قول البردوني: أيا من شبعتم على جوعنا وجوع بنينا، ألم تفقهوا غضبة الكادحين على الظلم؟ لا بد أن تفهموا. بارك الله لي ولكم بقرآنه العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك بر الرؤوف الرحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته. ثم أما بعد، إن شعبنا اليمني في كل محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات المحررة يطلب من الشرعية أن تترك الغربة وتعود لتتحمل مع شعبها المعاناة، وتحسن إدارة المناطق المحررة، وتضبط العاصمة المؤقتة، وتحقن الدماء البريئة، وتؤمن الناس، وتحفظ حق الحياة، وتدير المعركة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. مطلوب منها أن تقف وقفة مراجعة مع التحالف العربي لإقامة شراكة تليق بالتضحيات، وتقدر الكلفة الباهظة التي خسرتها الشرعية والتحالف مادياً ومعنوياً. كما نطالب من التحالف أن يحرص على مصلحة اليمن وعلى سرعة الحسم والتحرير،
فقد طالت مدة الحرب وخسارة الحرب مكلفة على الجميع، والمعركة في نهايتها إن توفر الدعم ووجهناه الوجهة الصحيحة كما هو مطلوب منهم نظرة كريمة لأشقائهم الجياع والمحرومون والمرضى والمعاقين والفقراء والمساكين والضحايا، ضحايا الحرب ممن تعطلت أعمالهم وانعدم دخلهم، كما نطلب من الأشقاء إعادة النظر في الإجراءات الغير أخوية الغير طبيعية ضد المغتربين اليمنيين في دول الجوار وخاصة في الشقيقة الكبرى. ونحن هنا أيها الإخوة نطلب من كل أبناء الشعب أن يتعاونوا ويتراحموا لتجاوز هذه الأزمة، فقد قال عنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما معهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منه. مطلوب منا الصبر وأن نعرف أن الجوع سلاح يبتز به الشرعية، سلاح تبتز به الشرعية ويستخدم لتركيعنا ولإذلالنا، ونحن نقول سنصبر ونقاوم ونربط على بطوننا بالحجارة وناكل أوراق الشجر ولن نركع، لن نركع أبدا، لن نركع للظلم. فيا ظلم تقطع، وسنطلب التحالف والشرعية استغلال الثروات والموانئ والمطارات والصادرات النفطية، ولن نركع كما سنطلب من الأشقاء دعم الريال وتحسين الاقتصاد، وقد عودونا وقوفهم معنا وسيبذلون معنا ذلك، ولن نركع. مطلوب منا ضبط الأعصاب وترك الهلع والطمع والجوع، وأن نحافظ على الهدوء فلا نشتري فوق حاجياتنا ولا نسبب زحمة على التجار فيرفعون الأسعار، ولا يشتري تجارنا الدولار ليرفعوا قيمته مقابل انهيار عملتنا. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما، بدأنا نضالنا السلمي ثم انتقلنا إلى الثورة الشعبية، ثم وجدنا أنفسنا نساق مجبرين للكفاح المسلح تاركين القلم واستبدال القلم بالبندقية، وتاركين الدفتر واستبدال الدفتر بالدبابة، وانتقال الشباب من كراسي المدرسة إلى كرسي المدرعة، ومن خيمة الساحة إلى مترس الجبهة، كما هو مطلوب منك أيها الأخ المواطن الصبر والرضا والرحمة والإخاء، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومطلوب منا الثقة بربنا، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال تعالى: رزقكم في السماء وما توعدون. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأحسنوا في الطلب وعبروا عن غضبكم وقهركم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون وتعلمتموها من مدرسة 11 من فبراير 2011. لا نسيء إلى أحد، وإنما نطالب بحقوقنا، وهذه حقوق شرعية. لا نسيء إلى أحد ولا نعتدي على أحد، عدونا واحد،
هو الانقلاب، ومن وقف معنا ضد الانقلاب صديقنا، ومن وقف مع الانقلاب ضد شعبنا فهو عدونا. نسأل الله عز وجل أن يفرق كربنا ويصلح أحوالنا ويؤمن خائفنا ويشبع جائعنا ويكسي عارينا، إنه على كل شيء قدير. صلوا وسلموا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.